هذا علاش ما كان نصح حتى شي شخص باش يثيق في الكلاب الضالة، يعني كلاب الشارع الاخوان، عكس الكلاب اللي كتكون مربي، يعني كلب اللي كيكون مربي واخا ما يكونش ديالك، يعني ولقيتيه في الشارع او لا غادي ماشي واحد ما تخافش منه، لانه حتى ولا قدر الله عليك انه يعضك داك الكلب، على الاقل لك يكون داك الكلب يعني مداوي، يعني مفاكسي، يعني داك الكلب ما تخافش منه. واحد النسبه كبيره ما كيكونوش كيعضوا دوك الكلاب اللي كيكونوا مربيين الا لكن يعني واحد الاستثناء اللي كيقدر يعض الناس في الشارع، عكس هاد الكلاب هادو ديال الشارع. يعني انتم كما كتشوفوا هاد الكلب هذا كيبان ان هاد الكلب هذا يعني مزيان مع هاد الشخص، ولكن في اخر لحظه كيغدروا كما غادي نشوفوا في الاخر ديال الفيديو. لهذا كنصح الاخوان باش تشاركوا هاد الفيديو هذا باش ما يطيحوش الناس في نفس هاد الشيء اللي طاح فيه هاد الشخص هذا. يعني كما كيبان لك هاد الشخص هذا يعني تايق في هاد الكلب واحد الساعه، هو كما كتشوفوا كيغدر به، وهذا هو اللي ما نبغيوش حتى شي شخص. والسلام عليكم.